هنبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من القلعة البيضاء وآخر استعدادات فريق نادي الزمالك لمباراته الهامة والمرتقبة اليوم أمام الشباب السعودي في البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بشكل كبير على ملامح التشكيل اللي هيخوض بيه مواجهة النهاردة إن شاء الله في الجولة الثانية من دور المجموعات في المجموعة الثالثة، وطبعا مش هيختلف كتير عن المباراة الماضية. طبعا مباراة النهاردة أمام الشباب السعودي هتكون في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف. تشكيل الزمالك يمكن التغيير الوحيد هيكون إجباري بسبب طبعا إصابة إبراهيم نضايف في المباراة الماضية، لكن مش هيخرج عن محمد صبحي في حراسة المرمى. في خط الدفاع هيتواجد حمزة المسلوسي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح أيضا. في خط الوسط نبيل عماد دونجا وعمر جابر وسيد نيمار اللي هيكون بديل لإبراهيم نضايف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومهاجم صريح هو سيف الدين الجزيري. أبرز حاجة حصلت امبارح يمكن في المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك قبل مباراة اليوم كان الحديث عن محمد عبد الشافي، لما نبيل عماد دونجا تطرق للحديث عن اللاعب الكبير طبعا وأحد قادة نادي الزمالك، وقال إن هم يعني في كلام على إنه ما اعتزلش أو إنه ممكن يتراجع عن الاعتزال وهم بيحاولوا إن هم يقنعوه بالتراجع عن الاعتزال. الحقيقة بالفعل اللعيبة الكبار داخل الفريق بتتكلم في شيكابالا، في أحمد مصطفى زيزو بيبذلوا محاولات مكثفة خلال الأيام الماضية مع اللاعب من أجل تراجعه عن قرار الاعتزال والاستمرار مع الفريق لمدة موسم آخر. شيكابالا وزيزو تحديدا أكدوا للاعب أنه مازال قادر على العطاء في الملعب وأن الفريق في احتياج إليه في الفترة المقبلة. ومن جانبه وعد عبد الشافي الثنائي أنه هيفكر في الأمر وشدد على أنه لن يتراجع عن الاعتزال إلا لو حس أو شعر أنه هيقدم إضافة للفريق، ورفض فكرة التواجد دون أن يكون ليه أي دور.